ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. غرفة الأطفال المزنوقين، أتذكرين؟ في قطارنا السريع الجديد هناك غرفة بجانب كل عربة للأطفال الرضع اللي بدهم تبديل قطع غيار، وهالغرفة يا بعدي مو بعيدة كتير، بلزق التواليت، وأكبر مشوار ممكن تتحمله السيدة الوالدة ما بتجاوز 20 متر. فيا للرفاهية ويا للحضارة، يعني ما عاد بدها ست الستات وأم الأولاد تعاني من فك وتبديل وتنزيل ميتور للصغير في التواليت وعلى المغسلة تحديدا، وساعتها ممكن الحنفية تدق بجسم الببو وتوجعه، أو ممكن الببو ما يقبل تغير له أمه وهو نص تسطيحة. وبالتأكيد فهذه الغرفة المستقلة تجعل الست الوالدة تغير للببو الأكابر براحتها بدون ما تستعجل بسبب نظرات الاستهجان التي سيرمقها بها الركاب الجالسين المشاهدين الشامين إذا ما فعلت ذلك في العربة. لا، لم يعد هناك من كل هذا في زمن القطار السريع الجميل المريح الحضاري، لكن أقولها وأنا أعرف أنكم تمتعضون من لكن هذه، فهي تعني لكم بالتأكيد مزيدا من العتت واللت والعي، لكن ما باليد حيلة، فما يحدث معي يحدث معكم دائما بسبب تشاركنا وتقاسمنا لكل الظروف، وبسبب أننا نعيش في بلد بيمرق فيه على رأس البني آدم مليون فيلم وفيلم بيوم واحد، وما مرق على رأسي مارق على رأسكم بالتأكيد، إلا إذا كنتم مستشرقين مارقين مروق الكرام في بلاد الشام. المهم مالكم بالطويلة، فلقد جلست في القطار مسرورا، فالمكيف شغال وفيلم فان دام شغال، وما أحد شلح من رجله قبل ما ينام، يعني كلكم تعرفوا أنه أهم شيء الأخلاق وريحة الجرابات، ولحسن الحظ فالأخلاق كانت عالية وريحة الجرابات كان صوت واطي، لم يصرخ أي جراب صرخته المعهودة في الباصات عندما يتم الإفراج عنه بخلع الحذاء، تلك الصرخة الحرة التي يطلقها في فضاء الباص أو القطار فتزكم لها الأنوف احتراما، فإذا لم تزكم بادر صاحب الأنف إلى سده بيديه. كل شيء تمام، وهالضيافة والترحيب والسماعات لمتابعة الفيلم وإلى آخره من آيات حسن الاستقبال، وفوق اللي منا جيراني اللي على الكراسي اللي بجنبي لطفاء وفي بيناتهم حبايب قلبي من الأطفال. وبعد أن رأينا أحد الببويات الصغار من الجماعة المدرعين بحفاضات واللي متعلمين المشي مبارح يبتسم لنا، فابتسمنا وناولناه تحببا بومبوني، ولحمسنا على رأسه استلطافا له لا لأمه كما قد يخطر على بالكم، وداعبناه لإسعاده لا للتقرب من الوالدة اللطيفة الله وكيلكم، وفجأة وكما قد يخطر على بالكم فلقد انبثقت تلك الرائحة العصية على الشرح من دروع الطفل. ابتسمنا لأمه لا تحببا وإنما توسلا كي تغير له في غرفة الأطفال المزنوقين، فابتسمت لنا، فقط ابتسمت، يبدو أنها لم تشعر بشيء، فعاودنا الابتسام ونحن ننظر إلى الطفل الهمام، فابتسمت وقليلا من البزر فصفصت. نكشناها قائلين إنه الولد صار بده فك وتنظيف وتبديل، فاختفت الابتسامة وبشكل أوتوماتيكي سلخت صديقي الببو كف مثل فراء الوالدين، ثم سحبته على الطاولة التي أمامها حطته وفكته، فشاهدنا فرفورته وشممنا رائحته بشكل صريح أكثر، وبدلت له على السريع على أنغام بكائه المرير بسبب الكف اللي أكله غدر. وقلت في نفسي أننا استعملنا حواسنا كلها مع الطفل تقريبا، فلقد لمسناه وقلنا له كوتشو 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 كوتشو، وسمعناه وهو يصرخ، سمعناه وشممنا أقوى ما عنده، شممناه بل وشاهدنا أيضا أفضل ما عنده. بقي أن نستخدم حاسة الذوق وبنطلع تمام تمام مع الحواس الخمسة. شو رأيك مدام؟ ليك الغرفة قدام. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.